بمحمد وال محمد ائمتنا محمد علي فاطمه ابناء فاطمه من المجتبى الى القائم الركن الرابع التطبيق النظري والعملي لما تقدم من اركان التوحيد الثلاثه التطبيق النظري والعملي على مستوى عقولنا قلوبنا نوايانا ضمائرنا وجداننا وعلى مستوى افعالنا واقوالنا وسائر شؤوننا في حياتنا الدينيه والدنيويه هذا الكلام تقدم بشيء من التفصيل في الحلقه الماضيه عرضت بين ايديكم نموذجا من خطب التوحيد التي رويت عن سيد الاوصياء واخذت خطبه من خطبه تلك الخطبه التوحيديه العصماء التي خطبها في اهل الكوفه حينما حشدهم لاجل ان يتوجهوا الى حرب معاويه في بلاد الشام في المره الثانيه بعد صفين وبعد النهروان وبعد كل تلك التفاصيل خطبه انموذج في بابها وفي موضوعها قرات الخطبه عليكم وشرحت بعضا من جهاتها بحسب ما سنح به المقام عندنا مجموعه من الخطب العلويه في موضوع التوحيد وحتى من خطب سائر المعصومين صلوات الله عليهم مضامين تلك الخطب لن تكون بعيده عن مضمون الخطبه التي تلوتها عليكم في الحلقه الماضيه وبينت لكم من ان خطبه الامير كانت في الركن الاول من اركان عقيدتنا التوحيديه انه التوحيد في افق ما قبل الحقيقه المحمديه في افق ما فوق الحقيقه المحمديه كان الله ولم يكن معه شيء لم اكمل حديثي في هذا الركن الاول من اركان عقيدتنا في التوحيد لذا ساحاول بقدر ما استطيع ان الخص بقيه المطالب الكتاب الذي بين يدي الجزء الاول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رحمه الله عليه المتوفى سنه 328 للهجره وهذه الطبعه طبعه دار الاسوه طهران ايران وطبعات الكافي كثيره جدا وهذه طبعه كسائر الطبعات الاخرى بحسب الطبعة التي اشرت اليها في الصفحة الرابعة بعد المئة صفحة 104 باب اطلاق القول بانه شيء بان الله شيء اننا نصف الله بانه شيء ولكن لا كالأشياء التي خلقها فالمخلوقات أشياء والله شيء لكنه شيء لا كالأشياء التي خلقها فهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه صفحة 105 وخمسة الحديث السادس من الباب الذي اشرت الى عنوانه حديث طويل بسنده عن هشام بن الحكم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا هشام بن الحكم عن محاوره فيما بين زنديق من الزنادقه وبين امامنا الصادق الحديث طويل ولاجل اختصار المطالب ساذهب الى جانب من الحديث الشريف ما تركت ذكره من هذا الحديث الطويل فانه يشتمل على مضامين تتفرع على المضامين التي قراتها عليكم في خطبه الامير صلوات الله عليه في الحلقه الماضيه قلت الحديث طويل محاوره بين امامنا الصادق وبين زنديق من الزنادقه والمراد من الزنديق هو ما يصطلح عليه في زماننا الملحد في زماننا يقولون عنهم ملاحده في زمن الامام الصادق يقولون عنهم زنادقه فالزنادقه هم الملاحده في عصرنا الحاضر في زماننا هذا فملحد بحسب الاصطلاح المعاصر في ايامنا هذه يحاور الامامه الصادقه في موضوع التوحيد في موضوع الالوهيه الكلام طويل الجانب الذي ساتركه من الحديث طلبا للاختصار مضامينه هي المضامين التي مرت علينا في خطبه امير المؤمنين في الحلقه الماضيه بعض المضامين هي هي وبعض المضامين هي من تفاريع المضامين الكليه التي اشار اليها سيد الاوصياء في خطبته المتقدمه الذكر في الحلقه الماضيه سأذهب إلى جانب من هذه المحاورة وهو الجانب الذي أجده مناسبا لإكمال حديثي في الحلقة الماضية. في الصفحة السادسة بعد المئة من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، إنه الجزء الأول من الكاف الشريف. قال له السائل هذا الملحد يقول لامامنا الصادق صلوات الله عليه قال له السائل فقد حددته اذ اثبت وجوده فهذا الذي يحاور الامام الصادق بعد الكلام المتقدم حيث اثبت الامام الصادق وجود الله لهذا الذي يحاوره فماذا قال السائل بعد ان ساق امامنا الصادق ما ساق من حديث ومن بيان اثبت من خلاله وجوده سبحانه وتعالى هكذا قال السائل لامامنا الصادق فقد حددته اذ اثبتت وجوده فكانه يقول للامام الصادق من انك قد وقعت في تناقض ما هو هذا التناقض باعتبار ان الامام الصادق قد بين لمحاوره من ان الله لا حدود له لا حد لوصفه واثبت له وجوده فمن جهه الامام الصادق بين في كلامه من انه لا حدود لله، لا حدود لصفاته لا نستطيع بمحدوديه ادراكنا ان نضع حدا لجمال الله وجلاله وكماله وعظمته فمن هذه الجهه ليس هناك من حدود لله سبحانه وتعالى الامام بين هذه الحقيقه وهذه الحقيقه مرت علينا في خطبه الامير في الحلقه الماضيه واثبت في الوقت نفسه إمامنا الصادق لمحاوره هذا أثبت وجود الله. فهنا يقول السائل لإمامنا الصادق: فقد حددته إذ أثبتت وجوده، من جهة تنفي الحدود عنه، ومن جهة تثبت وجوده. فإنك حين أثبت وجوده، قد جعلت له حدا. فقد حددته اذ اثبتت وجوده قال ابو عبد الله قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم احده ولكني اثبته فكره عميقه في اصل عقيدتنا التوحيديه الامام لخص الموضوع بهذه الكلمه لم احده ولكني اثبته ثم يفرع الامام فيقول اذ لم يكن بين النفي والاثبات منزله الاثبات اثبات وجوده والنفي نفي وجوده فحينما الغينا النفي بحسب الحوار المتقدم بقي الاثبات فلا يوجد شيء ثالث بحسب المنطق السليم للتفكير فاما ان يكون موجودا واما ان يكون ليس موجودا لم أحده إنني ما وضعت حدا لله بحسب الموازين الإدراكية البشرية التي نمتلكها ليس هناك من حد له لم أحده ولكني أثبته أثبت وجوده وتلك هي الشيئية فشيء تعني موجود والشيئيه تعني الوجود وتشيئه الاشياء يعني تحقق وجودها من هنا فاننا في ثقافه العتره الطاهره نقول عن الله شيء ولكن ليس كالاشياء الاشياء خلقه وهو شيء خلو من سائر الاشياء كما ان الاشياء خليه منه سبحانه وتعالى قال له السائل يقول للصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطه ضروري هذه هذه النقطه ضروري جدا ان تحفظوها هذه الاماضه اساسيه جدا في معرفه قواعد عقيدتنا التوحيديه لهذا السبب اقتطعت هذا المقطع من هذا الحديث من هذه المحاورة قال له السائل فقد حددته حددت الله إذ أثبت وجوده قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لم أحده ولكني أثبته اذ لم يكن بين النفي والاثبات منزله فاما ان يكون موجودا واما ان يكون ليس موجودا فحينما نفينا احتمال عدم وجوده ثبت وجوده لم احده ولكني اثبته اذ لم يكن بين النفي والاثبات منزله قال له السائل الذي يحاور الامام الصادق صلوات الله عليه فله انيه ومائيه انا لا اريد ان اذهب بكم الى مصطلحات الفلاسفه لكن هذا الكلام ما هو ببعيد عن مصطلحات الفلاسفه فان الفلاسفه حين يتحدثون عن نيه الشيء يتحدثون عن شيئيته ويكون الكلام في ذاتياته في مكوناته الذاتيه وحين يتحدثون عن المائيه والتي تعرف بالماهيه والماهيه في الفلسفه ما وقع في جواب ما هو ولذا فانهم في الفلسفه المشائيه مثلا يقولون من انه لا ماهيه لله بينما إمامنا الصادق يقول من أن مائية لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الماهية في الاصطلاح الفلسفي ما وقع في جواب ما هو ما الذي يقع في جواب ما هو عند الفلاسفة وعند المناطقة ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف الحدود والرسوم منها حدود تامه منها حدود ناقصه منها رسوم تامه منها رسوم ناقصه ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف تلك التعاريف عند الفلاسفه وعند المناطقه لها شرائطها فهناك تعاريف بالذاتيات فقط هناك تعاريف بالذاتيات والعرضيات وهذا ما لا يمكن ان ينطبق على الله من هنا فانهم يقولون لا ماهيه لله ولا اريد ان اتعبكم بهذه التفاصيل هذه تفاصيل الفلسفه والمنطق لاهلها لا شان لنا بها ما علاقتنا بكل هذا التفصيل تفصيل موكول في بابه اعود الى ما جاء في كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد يلتقي مع كلام الفلاسفه وقد لا يلتقي لا شان لي بكلام الفلاسفه ولا بكلام العرفاء ولا بكلام مراجع حوزة الطوسي لا شأن لي بكل أولئك لأن مراجع حوزة الطوسي يعتمدون في معرفة التوحيد على علم الكلام الناصبي وهو علم ناصبي بامتياز بدرجة مئة بالمئة لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد من هنا فإنني أضع هذه العلوم جانبا أضع علم الكلام علم المنطق أضع الفلسفة ما تقوله المتصوفة ما يقوله عرفاء الشيعة أضع كل ذلك جانبا لا شأن لي به عرفاء الشيعة من أين جاءوا بتوحيدهم أخذوا توحيدهم من ابن عربي من الآخر وتوحيد ابن عربي جذوره هندوسية عقيدة الصوفية عقيدة هندوسية من أعمق العقائد التوحيدية الصوفية في العالم هي العقيدة الهندوسية فانتقلت إلى دياناتنا في الشرق وهي اساسا فلسفه صوفيه شرقيه قديمه الفلسفه الهندوسيه ما يسمى بالتصوف الهندوسي او العرفان الهندوسي عميق جدا عرفاء الشيعه بالضبط بالضبط كمراجع المدرسة الأصولية أخذ مراجع المدرسة الأصولية إنهم مراجع النجاة أخذوا دينهم من الشوافع والأشاعرة والمعتزلة أخذوا جزءا من هنا وجزءا من هناك ثم صبغوا ذلك بشيء من ثقافة أهل البيت والذي اخذوه من ثقافة اهل البيت هو الاقرب الى ثقافة سقيفة بني ساعده لانهم ذهبوا الى الاحاديث التي هي في مستوى التقية التي راعت ثقافة الامه فيما يرتبط بمرحله التنزيل واساسا مراجع النجف حبسوا انفسهم في مرحله التنزيل جاءونا بدين مسخ وكذلك عرفاء الشيعه جاءونا بعرفان مسخ جمعوا بين عرفان ابن عربي واخذوا شيئا من عرفان اليونانيين مع ان عرفانه ابن عربي يشتمل على عرفان اليونانيين ثم جاءوا بشيء من ثقافه العتره الطاهره وصبغوا ذلك تمويها وتدليسا والا فهم يتذوقون اشعار جلال الدين الرومي واشعار حافظ الشيرازي وسعدي وامثال هؤلاء يتذوقونها اكثر مما يتذوقون احاديث اهل البيت. اتعلمون ان صاحب الميزان الطباطبائي كان ياخذ الاستخاره بديوان حافظ الشيرازي. ديوان من الشعر باللغه الفارسيه. واول بيت شعر فيه اخذ صدره من شعر عربي لشاعر عربي من هو يزيد بن معاويه الا يا ايها الساقي ادر كاسا وناولها قصيده يزيد بن معاويه المعروفه هذا اول بيت شعر في ديوان حافظ الذي ياخذ به صاحب الميزان الاستخاره والقضيه بالمناسبة ليست خاصة بصاحب الميزان الطباطبائي مراجع ممن هم في الجو العرفاني في ايران يستعملون نفس هذه الطريقة الأمر ليس خاصا بالطباطبائي صاحب الميزان هناك من المراجع ومن كبار العلماء في ايران ممن هم على الذوق العرفاني ياخذون الاستخاره بديوان حافظ الشيرازي الحكايه طويله لا اريد ان اخوض فيها فلذلك ساعرض عما جاء به عرفاء الشيعه عما جاء به متكلمو الشيعه ممن تذوقوا التصوف ممن تذوقوا الفلسفه والتفلسف وكذلك ما جاء به مراجع النجف من المرجع الاعلى الى المرجع الحضيض من عقائد النواصب ساعرض عن هذا كله ساشرح لكم الاحاديث وفقا لما جاء في احاديثهم الشريفه الاخرى قال له السائل فله انيه ومائيه انيه حينما نتحدث عن شيء فنقول انه كذا وكذا هذا المراد من الانيه هنا فحينما يسأل مثلا عن التمر فنقول إن التمر فاكهة تنتجها الشجرة الفلانية تنتجها النخلة وهي حلوة أوصافها خصائصها كذا هذه هي النية التمر الانيه ما ياتي من بيان عن حقيقه شيء بعد ان نؤكد تلك الحقيقه بقولنا انه فان تكون للابتداء بالكلام لاجل تاكيد ما بعدها فسيكون ما بعدها مؤكدا قال له السائل فله لله انيه ومائيه ما وقع في جواب ما هو هذا الشيء؟ ما الذي تقصده؟ فحينما اقول الله ما هو الله او ما الذي تقصده حينما تقول الله؟ ما يقع في جواب ما للاستفهام هذه هي المائية مثلما نقول الأينية نسبة إلى أين ومر علينا هذا ونقول الكيفية نسبة إلى كيف والحيثية نسبة إلى حيث فكذلك المائية نسبة إلى ما الاستفهامية والانيه نسبه الى ان التي نبدا الكلام بها لتوكيد وتحقيق ما بعدها ومرت علينا في الحلقات السابقه مر الحديث عن اينيه وعن كيفيه وعن حيثيه قال له السائل: فله انيه ومائيه؟ قال نعم ثم يبين الامام لا يثبت الشيء الا بإنية ومائيه فاننا نملك اخبارات عنه نستطيع ان نخبر عن الله سبحانه وتعالى نصفه بما وصفه المعصوم فتلك هي انيته ومائيته لا شان لنا بما يقوله الفلاسفه والعرفاء من ان الله ليس له من ماهيه هذا كلامهم بحسب ذوقهم بحسب مصطلحاتهم بحسب مشاربهم فليذهبوا بتوحيدهم وما يقولون الى الجحيم حتى لو كانوا على صواب لا شان لنا بهم ديننا من هنا ناخذه من جعفر بن محمد قال له السائل فله انيه ومائيه قال نعم لا يثبت الشيء الا بانيه ومائيه بانيه ومائيه يعني اننا نستطيع ان نخبر عن ان نتحدث عن فالشيء الذي لا انيه له ولا مائيه له هو الشيء الذي لا نستطيع ان نخبر عنه وبالتالي لن يكون موجودا لن يكون مثبتا فالشيء الموجود والمثبت هو الذي نستطيع ان نشير اليه باي لون من الوان الاشارات نستطيع ان نخبر عنه باي مستوى من مستويات الاخبارات كما نعتقد من ان وصفه هو الوصف الذي ياتينا من المعصوم وقطعا هذا الوصف الذي ياتينا من المعصوم لا بمستوى معرفه المعصوم لله وانما بمستوى معرفتنا نحن معرفه المعصوم لله لا تستطيع اللغه ان تحيط بها لكن المعصوم يحدثنا بحسب قدره اللغه على التفهيم وبحسب قدره عقولنا على التلقي من هنا كان الوصف لابد ان يكون ماخوذا منه وهذا هو مضمون بيعه الغدير فالقران لا يؤخذ تفسيره الا منهم وهذا هو مضمون بيعه الغدير. الويل الويل للذين نقضوا بيعه الغدير ولذلك جاؤونا بهذا التوحيد الخرط إنه توحيد مراجع النجف، توحيد خرط لا علاقة له بتوحيد محمد وال محمد. قال له السائل: فله فلله إنية ومائية؟ قال: نعم. لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. قال له السائل: فله كيفيه فاذا كان لله من انيه ومن مائيه فله كيفيه والكيفيه هو ايضا ما يقع من اخبار لكيف كيف هو كيف هو بحسب مداركنا البشريه لا كيفيه له لكن اهل البيت يثبتون كيفيه لله لا كالكيفيه التي تقع في جواب السؤال بكيف بحدود مداركنا العقليه البشريه قال له السائل فله كيفيه ماذا قال الصادق قال لا لماذا يا ابن رسول الله لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة فحينما تكون العقول مشخصة لصفة في جهة معينة ولصورة في أذهاننا محيطة بحدوده فلقد حددنا الله ونحن لا نستطيع ان نحده، نحن نثبته. نتحدث عن انيته ومائيته بحسب ما يصف لنا المعصوم. انا لا اعرف الله. لو كنت قادرا على معرفه الله، اذا لماذا بعث الله الي الرسل؟ لو كان الناس قادرين أن يعرفوا الله، لماذا بعث الله إليهم الرسل؟ ولماذا كل هذه التصاريف التي جرت على الرسل قبل بعثتهم وفي بعثتهم وما جرى بعد بعثتهم والذي جرى ما جرى في تاريخ البشرية الطويل؟ اذا كان البشر قادرين ان يتواصلوا مع الله بشكل مباشر لماذا بعث اليهم بالرسل ولماذا جاء الرسل كي يثيروا دفائن العقول اثاره دفائن العقول هذا يعني ان الانسان يمتلك جذورا يستطيع على اساسها اذا ما علم وارشد ونزلت الكتب وجاءت الملائكه بالوعي واقام الانبياء المعاجز وشرع الدين والتزم الناس باحكام الدين وتمسكوا بالعبادات والطقوس وجرت الامور كما خطط لها فبامكان الناس ان يعرفوا الله والا لو كان الانسان من دون كل ذلك قادرا على ان يعرف الله فبعثه الرسل ستكون لغوا ستكون خلافا للحكمه انها مجرد تعقيد لحياه البشر اناس ياتون يقولون اننا نتحدث عن الله والناس ما كانت قد رات ربها باعينها اناس ياتون فيدعون ما يدعون وان كانوا بعد ذلك يثبتون ادعاءاتهم بالحقائق الواضحه لكن ليس في كل وقت حتى هذه الاثباتات المعجزات لا تصدر عن الانبياء في كل وقت وحتى مع صدور المعجزات والايات البينات فاكثر البشر لا يؤمنون فلو كان البشر بامكانهم ان يعرفوا الله سبحانه وتعالى المعرفه الصحيحه لما بعث الله الرسل والانبياء ولما نصب الائمه والاوصياء ولما بعث الكتب ولما 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 اعود الى كلام امامنا الصادق في المحاورة التي فيما بينه وبين هذا الذي يحاوره من الملاحدة والزنادقة قال له السائل فله كيفيه قال لا لان الكيفيه جهه الصفه والاحاطه ولكن لا بد من الخروج من جهه التعطيل والتشبيه ما المراد من التعطيل وما المراد من التشبيه التعطيل هو ما يعتقده المعطلون هناك من الذين تحدثوا عن الله وتحدثوا في الله واعتقدوا بالتعطيل فهم المعطله هم المعطلون هذا مصطلح ما المراد من التعطيل الذين اثبتوا وجود الله ونفوا عنه كل صفة لم يصفوه بوصف ما اثبتوا له صفة من الصفات مطلقا هؤلاء هم المعطله نحن حين ننفي الصفة عنه ننفي الصفة بحدود مداركنا العقلية اما حينما يصفه المعصوم العارف بالله ونحن متاكدون من معرفته بالله ومتاكدون من علمه وحكمته وعصمته وصدقه فاننا سنسلم لما يقول هذا هو توحيد محمد وال محمد هناك من الفرق من المجموعات ليس في المسلمين فقط حتى في سائر الاتجاهات الفلسفيه والصوفيه الاخرى من مختلف الديانات في العالم هناك من يثبتون وجود الله ولكنهم يعطلون كل اوصافه فلا يصفونه بوصف يعتقدون بوجوده فقط ومن انه لا يتصف بصفه مطلقا هؤلاء هم المعطلة أما المشبهة من أبرز مصادقهم أتباع سقيفة بني ساعدة أما المشبهة من أبرز مصادقهم فهم أتباع سقيفة بني ساعدة في الأزمنة القديمة يمكنني أن أقول من انهم اجمع كانوا من المشبهه ولكن في زماننا هذا اختلف امرهم وتغيرت عقائدهم عبر الزمن المشبهه هم الذين يصفون الله باوصاف هي كاوصاف المخلوقين فالامام الصادق يقول من ان الله ليس له من كيفيه لماذا لان الكيفيه جهه الصفه والاحاطه ولكن لا بد من الخروج من جهه التعطيل والتشبيه فنحن حينما ننفي الكيفيه لا ننفي الكيفيه مطلقا وانما ننفي الكيفيه التي يذهب اليها المشبهون لاننا اذا نفينا الكيفيه مطلقا فقد اصبحنا من المعطلين. وتوحيد محمد وال محمد توحيد بعيد عن التعطيل وعن التشبيه، قد يقول المخالفون لال محمد من ان توحيدهم هكذا ولكنهم على اي معصوم يعتمدون. يأخذون دينهم من أحاديث الصحابة الذين لا ندري من أين جاءوا بها حديث المخالفين الذي ينسب زورا إلى رسول الله لا شأن لنا بهم هم أعرار فيما يعتقدون لكنهم يقولون من أن توحيدهم بعيد عن حدي التعطيل والتشبيه التوحيد البعيد عن حدي التعطيل والتشبيه هو التوحيد المأخوذ فقط فقط عن المعصوم، هذا هو التوحيد الذي يكون بعيدا عن حدي التعطيل والتشبيه، فإننا نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه. دعاء الجوشن الكبير. مثلا يتالف من مائه مقطع مرقمه في كتب الادعيه المقطع الاول الثاني الثالث الى مائه مقطع في كل مقطع من هذه المقاطع يشتمل على عشره اسماء من اسمائه سبحانه وتعالى على عشره اوصاف من اوصافه دعاء الجوشن يشتمل على الف وصف من اوصافه جاءنا عن المعصومين نحن نصف الله بكل الاوصاف التي وردت في دعاء الجوشن الكبير وهكذا في سائر الادعيه الاخرى وهي كثيره وكثيره جدا فأسماء الله ليس محصورة فقط في دعاء الجوشن الكبير وأوصافه نحن عندنا طائفة كبيرة من أدعية الأسماء والأوصاف هناك الكثير من الأسماء والصفات لم تذكر في دعاء الجوشن الكبير وإنما ذكرت في سائر الأدعية الأخرى هذا باب وسيع باب حديثي عن الأسماء والصفات التي وردت في أدعيتهم ومناجياتهم صلوات الله عليهم باب وسيع جدا لا أريد أن أفتحه ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله من نفاه من نفى الوصف مطلقا كما يفعل المعطلة من نفاه من نفى الكيف مطلقا الذين يثبتون وجوده ولا يثبتون اوصافه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله فهذا الذي يقول من أنه موجود ولكن لا صفة له هذا قد نفاه كيف يكون موجودا ولا صفة له ولا إنية له ولا مائية له ولا كيفية له إنما يكون النفي لصفات هي من نتاجنا وهذا الموضوع ذكرته لكم في الشان الاول من شؤون عقيده التوحيد عودوا اليه الشان الاول من شؤون عقيده التوحيد عنوانه التاسيس الاسس واول تلك الاسس محدوديه ادراكنا محدوديه الانسان ومن هنا لا نستطيع ان نعتمد عليها وان نعتمد على نتائجها في الحديث عن الله وفي وصفه سبحانه وتعالى. لابد ان نذهب الى الجهه التي هي على معرفه بالله انه المعصوم فقط وفقط وفقط لا شان لكم بالعرفاء والصوفيه. ذولا خليهم يخرطون على راحتهم لا شأن لكم بمراجع علماء النجف الذين أخذوا عقائدهم من علم الكلام من المتكلمين ذولهم خلوهم يخرطون على راحتهم توحيد خرط بخرط التوحيد لا يؤخذ إلا منها هنا من محمد وال محمد لا يؤخذ من اشعار جلال الدين الرومي لا يؤخذ من هراء المتكلمين من الاشاعره والمعتزله مراجع الشيعه يميلون الى عقائد المعتزله اكثر مراجع الشيعة في النجف يميلون إلى عقائد المعتزلة أكثر من ميلهم إلى عقائد الأشاعرة وإن أخذوا من الأشاعرة المعتزلة من أين جاءوا بعقائدهم المعتزلة في بداياتهم عقائدهم كانت من عقائد الصحابة إنها عقائد السلف الصالح كما يقول المخالفون عنهم اوائل المعتزله عقائدهم كانت مؤلفه مما جاء عن الصحابه ومما انتجوه هم من بنات افكارهم ولكن لما وصلت كتب الفلسفه اليونانيه الى العراق ومقر المعتزله العراق عاصمه المعتزله العراق لما وصلت كتب الفلسفه اليونانيه وكتب الحضاره اليونانيه والرومانيه اعجب المعتزله بفكر ارسطو فاخذوا توحيد ارسطو، ارسطو تحدث عن التوحيد في كتبه ولا اريد ان اقيم توحيد ارسطو اكان مصيبا اكان مخطئا انما اردت ان اقول من ان المعتزله اخذوا مما جاء على السنه السلف من الصحابه واضافوا اليه ما اخذوه من فلاسفه اليونان ومن هنا فإن منهج حوزة النجف مركب من ثقافة اليونان ومنطق أرسطو ومن فلسفة مشائية يمازجها شيء من الفلسفة الإشراقية التي تعود في جذورها إلى الفلسفة الهندوسية وفي جانب منها إلى فلسفة أفلاطون اليوناني الإغريقي هذا موضوع في الحقيقة متشعب والوقت يجري بشكل سريع هذه المطالب أنا تحدثت عنها بشكل مفصل عبر برامجي من أين غزينا ومن أين جاءنا الضلال الضلال جاءنا من مراجعنا من حوزه النجف حين نقضت بيعه الغدير واعرضت عن ثقافه العتره الطاهره من هنا جاء الضلال ومن هنا غزينا في عقر دارنا لقد غزانا قومنا ما غزانا اعداؤنا بتعابيرنا الشعبية العراقية حرامينا حرام بيت وطايح حظة سافل حرامينا حرام بيت سقط طايح حظة وما صير لشارة حتى إذا الدلي على الطريق ما يجي للطريق طايح حظة هذا هو الواقع الذي نعيش فيه منذ أن أسسه الطوسي بذاك اليوم المصخم بذاك اليوم الأسود أسس حوزة الضلال في النجف إنها الحوزة الناقضة لبيعة الغدير قارنوا بين ما أعرضه لكم من عقائد محمد وآل محمد وبين ما يدرسونه في حوزة النجف ما عندي من وقت وإلا لجئتكم بكتبهم ما أنا هذه الكتب احفظها ولقد درّستها ودرّستها كثيرا أعرفها سطرا سطرا ولكن لا بد من الخروج الإمام الصادق يقول من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه من نفى الوصف كالمعطلة فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله جزافا يقول من أنه يثبت وجوده وينفي الصفة عنه مطلقا ومن شبهه بغيره فقد اثبته بصفه المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبيه فهذا الذي شبهه اثبته ولكن وصفه بهذه الاوصاف وذاك الذي اثبته ونفى عنه الاوصاف فقد أنكره جزافا يقول من أنه يعتقد بوجوده كيف يعتقد بوجوده وليس له من وصف لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره فالإمام أثبت إنية ومائية وكيفية أيضا ولكن بهذا الفهم بهذا التصور بهذا الاعتقاد فالله له إنية له مائية له كيفية بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا تخلطوا بين هذه المصطلحات وبين مصطلحات الفلاسفة المتكلمين المناطق العرفاء الصوفيه فليذهبوا بكل ما عندهم الى الجحيم اصابوا ام اخطاوا ولكن لا بد من اثبات ان له كيفيه لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره من الذي يخبرنا عنها عن شؤونها قطعا بحدود اللغة القاصرة وبحدود مداركنا المحدودة الضيقة الذي يخبرنا عنها فقط 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 محمد وال محمد وانتهينا فلا تذهبوا يمينا او شمالا بعيدا عن محمد وال محمد كي تعرفوا التوحيد التوحيد لا يؤخذ الا منهم وبحسب موازينهم وبحسب قياساتهم وبحسب ما يقولون من اراد منكم ان يستكمل الايمان كل الايمان هذا كلام الصادق جعفر صلوات الله عليه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا صلوات الله عليه قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه يعاني الأشياء بنفسه المراد من المعاناه هو نحو التواصل هل هناك من تواصل فيما بينه سبحانه وتعالى وبين الاشياء فيعاني الاشياء بنفسه قال ابو عبد الله امامنا الصادق هو اجل من ان يعاني الاشياء بمباشره ومعالجه لان ذلك صفه المخلوق الذي لا تجيء الاشياء له الا بالمباشره والمعالجه وهو متعال نافذ الاراده والمشيئه فعال لما يشاء نفاذ ارادته ومشيئته هي في تجلي الحقيقه المحمديه بكل ما اراده سبحانه وتعالى وكل ما اراده ان تجلت كل اوصافه كل اسمائه في الحقيقه المحمديه التي هي مجمع اسمائه وصفاته في اصل جوهرها والحقيقه المحمديه لها وجهان وجه ظاهر منه ظهر الخلق ووجه باطن ذلك هو الوجه المخزون المكنون الذي استقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره استقر في ظل الخالق الذي خلق الحقيقه المحمديه انه الوصف الذي يرد في الادعيه الشريفه عن الاسم الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره هذا هو الوجه المكنون المصون المخزون الذي لا نجد عباره تشير اليه من الحقيقه المحمديه اما الوجه الظاهر الى الخلق ومنه تجلت الاسماء الحسنى فذلك الوجه الذي اشرقت كل الاسماء الحسنى منه التي هي منابع تحقق الاشياء في هذا الوجود قال السائل يسال الامام الصادق فيعاني الاشياء بنفسه قال ابو عبد الله امامنا الصادق هو اجل من ان يعاني الاشياء بمباشره ومعالجه لان ذلك صفه المخلوق الذي لا تجيء الاشياء له الا بالمباشره والمعالجه هذا شان الحقيقه المحمديه شان الحقيقه المحمديه انها تصدر الفيض باسباب في سلسله من الاسباب هناك اسباب لها سبب وهناك اسباب ليس لها سبب بينما خالق الحقيقه المحمديه خلقها بنفسها. خلقها بنفسها. ليس كخلق الحقيقه المحمديه للاشياء، فانها تخلق بالاسباب. واسباب لها سبب واسباب ليس لها سبب. لكن بالنتيجه هي اسباب من خلقها من فيضها بينما الحقيقه المحمديه خلقها بنفسها هي ارادته ما ان اراد تحققت فحينما تحققت كان التحقق بنفسها لكن حينما تحققت الاشياء التي تصدر عنها تحققت بالاسباب وجرى القانون في تطبيقاتها في تطبيقات ما اشتق من الحقيقه المحمديه ابى الله الا ان تجري الامور باسبابها باسبابها التي لها سبب وباسبابها التي ليس لها سبب سلسله الاسباب الطويله في عالم التكوين. تلك هي المعاناه قطعا انا اعاني الاشياء الحيوانات تعاني الاشياء وهكذا وكل الناس يعانون الاشياء الملائكه يعانون الاشياء المخلوقات طرا كل مخلوق بحسبه. لكن الحديث بالدرجه الاولى عن المخلوق الاعظم عن المخلوق الاول فالمخلوق الاول معاناته للاشياء من خلال الاسباب التي تتحقق النتائج من خلالها في طول سلاسل الفيض قال السائل فيعاني الاشياء بنفسه قال ابو عبد الله امامنا الصادق هو اجل من ان يعاني الاشياء بمباشره ومعالجه لان ذلك صفه المخلوق في الحقيقه المحمديه وغيرها ولكن كل مخلوق بحسبه لان ذلك صفه المخلوق الذي لا تجيء الاشياء له الا بالمباشره والمعالجه وهو متعال نافذ الاراده والمشيئه ما ان اراد ان تتحقق الحقيقه المحمديه تحققت بنفسها تحققت المشيئه بنفسها وهو متعال نافذ الاراده والمشيئه فعال لما يشاء سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره. نذهب إلى فاصل. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكره للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته المحسنين سبحانك يا سبحان يا من لا شريك له يا جابر العظم الكثير يا عصمه الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا الله لازلت أقرأ عليكم من أحاديثهم الشريفة من المصدر نفسه من الجزء الأول من الكاف الشريف وتحديدا من كتاب التوحيد باب مهم عنوانه باب النهي عن الكلام في الكيفية في كيفية الله سبحانه وتعالى مر علينا من أن الله لا كيفيه له بحسب حدود الكيفيه التي يتحدث عنها المخلوقون او التي ترتبط باحوال المخلوقين وشؤونهم اما ان يكون الحديث عن كيفيه اشار اليها امامنا الصادق في المحاوره التي تلوت عليكم جانبا منها كي نكون خارج حدي التعطيل والتشبيه فذلك شان خاص بهم توحيدنا ناخذه عن المعصوم فقط من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم أعرف حاجتنا للمعصوم هؤلاء الثلان من الشيعة الذين يتصورون أن حاجتنا للمعصوم كحاجتنا لمراجع النجف حتى لو كانوا في أفضل حال ما بالكم وهم في أسوأ حال حتى لو كانوا في أفضل حال لو كانوا في أقرب ما يمكن ان يكونوا من الحجه ابن الحسن والحال هم في حال هو ابعد ما يكون عن امام زماننا. اناس لا علاقه لهم بدين محمد وال محمد اصلا. فهؤلاء الثلان من الشيعه الذين يتصورون ان حاجتنا للامام المعصوم كحاجتنا لهؤلاء المراجع البعض من الشيعه يتوقع من ان حاجته للمراجع الان في زمان الغيبه اكثر من حاجته للامام المعصوم اي دين هذا وايه معرفه بامام زماننا هذه واي بيعه بايعنا عليا في الغدير باي مضمون هي هذه البيعه اي اسلام هذا اي دين في ادنى مراتبه هذا ما عليه الشيعه بسبب مراجع النجف ما عليه الشيعه هو الضلال والضلال والضلال انني اقايس ما عليه الشيعه بما عليه دين محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعود الى هذا الباب باب النهي عن الكلام في الكيفيه صفحة 114 الحديث الأول عن أبي بصير قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه الا تحيرا وهذا التحير هو تحير الجهل هناك تحير المعرفه هذا الذي تتحدث عنه الادعيه والمناجيات وسناتي عليه لا ادري هل ساصل الى هذا المضمون او لا بحسب ما يتوفر لي من الوقت الباقر يقول: تكلموا في خلق الله. خلق الله من؟ انا وانتم؟ يمكن لنا ان نتكلم عن انفسنا فنحن من خلقه. لكن المصداق الاول الحقيقه المحمديه وما تجلى منهم في محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم انما اذكرهم بهذه الطريقه كي اذكركم بامامه فاطمه هذا هو السبب في انني حين اذكر اسماءهم بهذه الطريقه لاجل ان اذكركم بامامه فاطمه لانني اذا قلت ائمتي محمدا وال محمد ستحذفون فاطمه من بينهم وهذا من سوء طالعكم ومن سوء توفيقكم ومن خيدتكم ومن ضلالكم وكل ذلك بسبب مراجعكم في النجف هم الذين انكروا امامتها وظلموها ومثلما احرقت السقيفه منزلها هم احرقوا منزلتها سود الله وجوههم تكلموا في خلق الله المصداق الاول الحقيقه المحمديه وما تجلى منها محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم هذه الصوره الاعلى والاسمى فيما خلق الله عظمه خلق الله هنا اللهم اني اسالك من جمالك باجمله فاجمل الجمال في خلقه اين في الحقيقه المحمديه وفيما تجلى منها في محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فهذا التركيز في برامج قناة القمر الفضائية في الحديث دائما عن الحقيقة المحمدية وعن محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هو التزام بثقافة العترة الطاهرة عرفتهم الآن أو لا تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا هذا تحير الجهل أما تحير المعرفة فهو مطلوب وهو من أجمل ما يستطيع الانسان ان يصل اليه، ما يعبر عنه في تعابيرهم بحلاوه الايمان. ما يعبر عنه بحلاوه الذكر مثلما نذكر في الادعيه في اوصافه سبحانه وتعالى: يا حلو الذكر فهو حلو الذكر. حلاوه الذكر حلاوه الايمان لذيذ المناجات انس المناجات هذا هو التحير الممدوح تلك حيره ثانيه ناتي على ذكرها الباقر يقول تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فان الكلام في الله لا يزداد صاحبه الا تحيرا الحديث الثاني بسنده عن سليمان بن خالد قال قال ابو عبد الله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وان الى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، كلام القرآن هذا وأن إلى ربك المنتهى، ماذا قال الصادق في تأويل ما نطق به القرآن؟ الصادق هكذا قال فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا إلا إذا دخلنا من باب معرفتهم والذي سيقودنا الى حيره المعرفه والى انس العشق والى لذه المناجاه وحلاوه الايمان ذلك شان اخر هذا شان يتذوقه اهله لا اتحدث عن اوهام الصوفيه وعرفاء الشيعه هؤلاء يعيشون في اوهامهم وخيالاتهم انني اتحدث عن حقائق هذه المعاني في ضوء الثقافه العقائديه المنضبطه بمضمون بيعه الغدير وبقواعد الفهم العلوي اتحدث عن هذه الحقائق في هذه الاجواء بعيدا عن سخافات عرفاء الشيعه وعن ضلالات متصوفه السنه، لا شان لي بكل هؤلاء. فامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان تاويل هذه الايه قطعا في وجه من وجوهها. فايات الكتاب وجوهها كثيره لها مطالع ومجاري كما علمونا وان الى ربك المنتهى الصادق يقول فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا الحديث الثالث عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبد الله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد يخاطب محمد ابن مسلم الطائفي من الطائف يا محمد ان الناس لا يزال بهم المنطق يتكلمون يتكلمون في كل شيء هذا هو المراد يا محمد لان الناس يحبون الكلام ويتكلمون في كل شيء وفي اغلب الاحيان يتكلمون في الامور التي لا يدركون حقائقها يقولون اي شيء يا محمد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فاذا سمعتم ذلك سمعتم الناس يتحدثون عن الله بحسب هرائهم كما يتحدث عرفاء الشيعه بهرائهم الذي جاؤوا به من ابن عربي وهو جاء به من الهندوس ومن التاويه انها من الفلسفات الصينيه القديمه ومن المانويه هذا هو تصوف ابن عربي تصوف ابن عربي هو جماع لهذه الفلسفات المختلفة التي كانت موجودة قبل من الغنوصية إلى المانوية إلى التاوية إلى الهندوسية إلى جمع وفير وغزير من العناوين جمعوها في فكر صوفي وقالوا من أن هذا الفكر الذي جاء به ابن عربي اوحى به الله تعالى اليه وسطره في الفتوحات المكيه وفي فصوص الحكم يعتقدون ان هذه الكتب عرفاء الشيعه من الكتب التي اوحى الله بها الى ابن عربي وهي كتب مشحونه بالنصب والعداء للعتره الطاهره اكو طيحه حظ اكثر من هذه اذا اردتم ان تعرفوا ماذا قال ابن عربي الناصبي في كتبه هذه عودوا الى برامجي السابقه فقد عرضت اقواله وهي صريحه وصريحه جدا في النصب والعداء والانتقاص من محمد وال محمد، ان كان ذلك في الفتوحات المكيه معجزه عرفاء الشيعه وقرانهم او كان ذلك في فصوص الحكم. المتن الصوفي العرفاني الذي يتفاخر عرفاء الشيعه بدراسته وتدريسه. عودوا الى برامجي المختلفه فقد تحدثت عن هذه المطالب وبشكل واسع وبالحقائق والوثائق اعود الى روايه محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فاذا سمعتم ذلك فقولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء لا تنصتوا الى اقوال هؤلاء ولا الى اقوال الفلاسفه ولا الى اقوال مراجع النجف الذين لا يعرفون شيئا عن الله وفقا لثقافه العتره الطاهره ما عندهم من معرفه عن الله انها معرفه النواصب انها معرفه الاشاعره والمعتزله الحديث الخامس بسنده عن الحسين بن المياح عن ابيه قال سمعت ابا عبد الله انه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من نظر في الله كيفه هلك من نظر في الله كيفه هو, هو الذي نظر بحدود عقله أما إذا كان الكلام عن المعصوم فذلك شيء آخر إننا نأخذ من الجهة التي تعرف الله أعرف قدر أئمتكم لا تقارن فيما بينهم وبين غيرهم. الصادق يقول: من نظر في الله كيفه هلك. الحديث السابع صفحة 116 عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: إياكم إياكم والتفكر في الله. والتفكر في الله في كنهه في ان نصفه بحدود مداركنا فحينما نتفكر فاننا نضع المفردات من داخل ادراكنا بحدود قدرتنا المعرفيه والادراكيه علينا ان نعرف الله من محمد وال محمد لا ان نعرف الله من خلال عقولنا اياكم والتفكر في الله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه انا من عظيم خلقه يعني اذا اردتم ان تنظروا الى عظمه خلق الله ان تنظروا الي او ان تنظروا الى جبل او ان تنظروا الى انفسكم او ان ننظر الى بقره في حقل من الحقول كل هذا من خلقه من خلقه عبر الاسباب التي جاءت بسبب وبغير سبب من تجليات الاسماء الحسنى التي هي من مظاهر الحقيقه المحمديه التي خلقها بنفسها من جهه هناك عظمه في خلقنا ولكن ما يشير اليه إمامنا الباقر بالضبط هو ما جاء في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها ودعاء البهاء بالمناسبه مروي عن إمامنا الرضا ومروي عن إمامنا الباقر أيضا الدعاء الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان اللهم إني أسألك من بهائك بأبها فهو مروي عن الباقر أيضا ماذا نقرأ فيه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها التفكر في اعظم العظمه هو التفكر في الحقيقه المحمديه والتفكر في محمد وال محمد لان اعظم العظمه الالهيه تجلت في الحقيقه المحمديه وفي مجاليها العظمى في محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين عودوا اذهانكم على اعتقادكم بامامه فاطمه والا فانتم في ضلال مستحكم عودوا اذهانكم على هذه العقيده التي هي عقيده الهدى بعيدا عن عقائد الضلال التي علموكم اياها في حوزه النجف وخرجت الى الشيعه من حوزه النجف الباقر يقول: اياكم والتفكر في الله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه فاعظم خلقه الحقيقه المحمديه ونحن لا ندرك عظمتها لكن عظمتها تتجلى لنا في الذي يظهر لنا فما في محمد وال محمد الذين هم ائمتنا وسادتنا محمد علي فاطمه ابناء فاطمه من المجتبى الى القائم هؤلاء هم ائمتنا وسادتنا ما يتجلى لنا منهم بحسبنا نحن نرى الوجه الجلي لهم الذي هو بين اظهرنا اما الوجه الخفي لهم والذي هو بين اظهرنا ايضا نحن لا ندركه وانما نعلن من اننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم نؤمن بسرهم وعلانيتهم الذي يظهر لنا كل ما في الزياره الجامعه الكبيره برغم عظمه محتواه وفحواه هو في الوجه الظاهر لنا اما في الوجه الباطن عنا فذلك لا نستطيع ان نصل اليه ربما في زمان الظهور الشريف اذا ما تطورت العقول فان الامام يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع العقول كي تترقى هذه العقول قطعا لن تترقى كل العقول بدرجة واحدة وإنما كل عقل بحسبه فالعقل الذي كان في زمان الغيبة على سبيل المثال بمستوى خمسة بالمئة لا يعني أنه سيرتقي إلى ثمانين بالمئة لا يمكن هذا لأن الفيض سيكون بقدر الوعاء فسيرتقي إلى عشرة بالمئة والذي هو في مستوى ثمانين بالمئة قد يرتقي إلى تسعين بالمئة إلى مئة بالمئة كل بحسبه هناك حالة ترق في العقول زمن الظهور ربما في تلك الحالة سندرك إشارات ورموزاً في طوايا نص الزياره الجامعه الكبيره وامثالها كي نتلمس ونتحسس ولو من بعيد شيئا من وجههم الباطن ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته الى عظمه الله فانظروا الى عظيم خلقه نذهب إلى فاصل يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروه يا فارج كل مهموم يا راحمة كل مرحوم يا ناصر كل مخدوم يا ساتر كل معيوم يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا غياثي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا الله يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منبر القلوب يا انيس القلوب يا مفرج الهموم منفس الغموم سبحانك يا الغا من نفس المصدر من الجزء الاول من الكهف الشريف ومن كتاب التوحيد صفحه 108 الباب الذي عنوانه باب ادنى المعرفه ادنى المعرفه في العقيده التوحيديه الحديث الاول بسنده عن الفتح بن يزيد عن ابي الحسن انه امامنا الكاظم صلوات الله عليه قال سالته الفتح ابن يزيد يسال الامام الكاظم قال سالته عن ادنى المعرفه عن ادنى المعرفه في العقيده التوحيديه فقال قال امامنا الكاظم صلوات الله عليه الاقرار بانه لا اله غيره ولا شبه له ولا نظير وأنه قديم مثبت مثبت موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء هذه الجمل تختصر كل الحديث الذي مر علينا فكل الذي مر علينا هو ادنى المعرفه التوحيديه اعلى المراتب التوحيديه لا تكتسب من خلال الاقوال والدراسه والتدريس انما تكتسب من خلال المعرفه العميقه بمحمد وال محمد التي تفتح لنا ابواب معرفه الله عرفتم الان لماذا كل هذا الاصرار على معرفه امام زماننا ولماذا الاحاديث تقول من ان معرفه الله هي معرفه امام زماننا عرفتم كل الذي تحدثت عنه ولو بقيت احدثكم كل خطب التوحيد التي وردت عن سيد الأوصياء كل ما جاء عنهم في خطب التوحيد في مستوى الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد التوحيد فيما فوق الحقيقة المحمدية هو أدنى مستوى المعرفة التوحيدية لماذا؟ لأن المعرفة التوحيدية لا تدرك بالتلقين ولا تدرك بالتدريس. وإنما تدرك بعد أن يتذوق المؤمن حلاوة معرفة إمام زمانه تفتح له آفاق الإيمان. ذلك هو التوحيد الحقيقي وكل الذي نتحدث عنه هو عباره عن تدريب عن مقدمات في معرفه عقيده التوحيد التي يريدها منا محمد وال محمد ادعيتهم كلها تشير الى هذه الحقيقه التي اشرت اليها الفتح ابن يزيد يقول سالت الكاظم صلوات الله عليه عن ادنى المعرفه عن ادنى المعرفه التوحيديه فقال الاقرار بانه لا اله غيره ولا شبه له ولا نظير وانه قديم مثبت موجود غير فقيد وانه ليس كمثله شيء ما كل الخطبه التي قراتها عليكم يوم امس والتي تعد من نوادر خطب الامير ومن جوامع حقائق التوحيد ما كلها اختصرها موسى بن جعفر في هذه الجمل القصيره ما كلها من اولها الى اخرها ما كل الحديث الذي مر علينا منذ ان فتحت الصحيفه الخامسه حينما حدثتكم في الشان الاول عن التاسيس والاسس وحينما انتقل الكلام الى الشان الثاني وهذه هي الحلقه الثالثه في حديثي عن الشان الثاني اركان عقيده التوحيد كل الكلام الذي قلته وكل الكلام الذي ساقوله ولو بقيت استمر في شرح وبيان خطب التوحيد التي وردت عن امير المؤمنين ووردت عنهم صلوات الله عليهم فان الخلاصه جمعها لنا باب الحوائج في هذه الجمل القصيره فكل ذلك يقع في ادنى المعرفه لان حقيقه التوحيد لا تكتسب بالتلقين ولا تكتسب ان متحدثا مثلي او غيري حتى لو كان الذي يتحدث هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه اذا كان المتلقي يحمل عقلا متخلفا وقلبا منكوسا انى له ان يدرك عميق المعاني من خلال معرفته بامامه كي يفتح له باب التوحيد ما هي الامور تجري باسبابها رسول الله ما كان يتحدث في ليله ونهاره مع اصحابه ما الذي جرى؟ ارتدت الامه من بعده وهكذا حال ائمتنا المعصومين فالقضيه يكون فيها اللطف ويكون فيها الفيض بحسب المتلقي يا كميل يا كميل يا كميل هذه كلمه حاكمه على كل هذه المعاني التي ذكرتها يا كميل القلوب أوعية أوعية وخيرها أوعاها فأدنى المعرفة كما يقول موسى بن جعفر صلوات الله عليهما الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير وأنه قديم مثبت وأنه هذه إنيته التي حدثنا عنها الصادق قبل قليل في المحاوره التي كانت فيما بينه وبين ذلك الزنديق وانه قديم مثبت موجود غير فقيد وانه ليس كمثله شيء الحديث الثالث من نفس الباب بسنده عن ابراهيم بن عمر قال سمعت ابا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كلمة جميلة جدا يقول إن أمر الله كله عجيب نحن نقرأ في ادعيتهم في دعاء الجوشن يا من في البحر عجائبه عجائب الله تتجلى لنا في ادنى مخلوقاته فكيف سيكون العجب من امره سبحانه وتعالى والذي يحدثنا عنه الصادق المصدق جعفر صلوات الله عليه يقول ان امر الله كله عجيب الا انه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه عرفنا من نفسه من خلال محمد وال محمد ان امر الله كله عجيب يعني ان العقول ان المدارك لن تستطيع الوصول إلى إدراك أمره أمره عجيب عجيب فوق العقول والقلوب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه ولولانا هم يقولون ما عُرف الله ولولانا ما عُبد الله بمعرفتنا عُرف الله بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عرف الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن انكرهم فقد انكر الله ومن علمهم فقد علم الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن احبهم فقد احب الله ومن ابغضهم فقد ابغض الله ومن أطاعهم ومن أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه أية بيعة هذه تحاصرنا في كل الجهات تحاصرنا ظاهرا وباطنا تحاصرنا في عقولنا وفي قلوبنا وفي عواطفنا وفي تفاصيل ديننا في كل شيء تحاصرنا هذه البيعه عرفتم الان لماذا يخاطب القران رسول الله وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذه هي بيعه الغدير نذهب الى فاصل يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا الله مناجاه العارفين اقرا عليكم من مفاتيح الجنان انه الكتاب المتوفر في بيوتكم المناجاه المرويه عن امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بحسب مراجعكم في النجف هذه المناجيات ضعيفه الاسانيد هي لا تصدر الا عنهم عبائرها واضحه لا تحتاج الى علم القنادر الى علم الرجال الذي دمروا به ثقافه اهل البيت في حوزه النجف ماذا تقول مناجاه العارفين الهي قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك. وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك. وانحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهك. السبحات هي العلائم والشوارق السبحات هي العلامات التي اشار اليها دعاء شهر رجب مر ذكرها علينا في الحلقات الماضيه لا اجد وقتا كي اعود الى الدعاء الشريف السبحات هي العلامات انا لا اقف عند كل كلمه لكنني ابين لكم معاني بعض الكلمات التي اعتقد انكم لا تعرفون معناها الهي قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك وانحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك هل تتصورون ان الدعاء الشريف وان المناجات تتحدث عن جهل بمعرفه الله وتعد ذلك معرفة العجز عن المعرفة بعد التعمق في المعرفة والا فمجرد عجز الانسان عن معرفة الله ابتداء هذا جهل بالله هذا ما هو عجز عن معرفته انما العجز عن معرفته بعد التعمق في معرفته التعمق اين التعمق في معرفه ما تجلى من عظمته في اعظم مخلوقاته في الحقيقه المحمديه التي هي ايضا جعل الطريق الى معرفتها بالعجز عن معرفتها وإنما المعرفة معرفة إمام زماننا من هنا فإن معرفة الإمام هي مدار الدين وهي مدار التوحيد وهي معرفة الله معرفة إمام زماننا هي معرفة الله وسيأتينا في الركن الثالث من أركان التوحيد نحن لا زلنا نتحدث في الركن الأول من أركان التوحيد لكن هذه المطالب لا بد أن يشار إليها في سياق النصوص التي أتناول عرضها بين أيديكم ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك تستمر المناجات الوقت لا يكفي سأعود إليها يوم غدٍ ان شاء الله تعالى لكنني ساقرا بعضا من عبائرها كي اختم الحديث ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك بعد ان نتعمق في المعرفه وان نتعمق بعيدا وبعيدا جدا حتى نصل الى العجز عن معرفته هذه بالضبط كقوله رسول الله صلى الله عليه واله نصف العلم قول لا اعلم فهذا لا يعني ان جاهلا اذا ما سئل عن مساله وهو جاهل فقال اني لا اعلم فقد نال نصف العلم اي كلام من هذا نصف العلم قول لا اعلم بعد ان يتعمق العالم بعد ان يصبح موسوعه هائله يدرك حينئذ من انه ليس بعالم وما عنده من علم لا قيمه له وهنا فانه سيقول اني لا اعلم هذا هو نصف العلم هذه الخطوه الاولى فقد نال التواضع كي يحصل الحكمه فهذا التواضع عنوان الاخلاص لن يكون متواضعا حقيقه في فناء محمد وال محمد ما لم يكن مخلصا لهم واذا اخلص العبد اربعين صباحا اخلص لله اخلص لامام زمانه واذا اخلص العبد اربعين صباحا اخلص لله انصار الحسين نالوا ما نالوا لماذا لانهم اخلصوا للحسين صلوات الله عليه حين اخلصوا للحسين فانهم قد اخلصوا لله اوضح مصداق لافضل الشيعه من امثالنا فانصار الحسين من امثالنا انه شيعه نالوا ما نالوا من المراتب بسبب اخلاصهم للحسين فمن اخلص لله من اخلص لامام زمانه هذا الاخلاص يتحقق بعد التواضع وهذا التواضع انما يتحقق في مثل هذه القلوب حينئذ تتفجر ينابيع الحكمه من القلوب على الالسنه، قارنوا بين هذه الحقائق وبين ما عندنا من البلاء الاعظم في النجف، قارنوا بين هذه الحقائق وبين هذا البلاء الاعظم الموجود في النجف الجاثم على صدورنا. اعود الى مناجاه العارفين ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك الهي الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم واخذت لوعه محبتك بمجامع قلوبهم فهم الى اوكار الافكار ياوون ايه افكار الا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر الا لا خير في عباده ليس فيها تفكر هذا منطق علي صلوات الله عليه فهم الى اوكار الافكار ياوون وفي رياض القرب والمكاشفه يرتعون ومن حياض المحبه بكاس الملاطفه يكرعون وشرائع المصافاه يردون هذه هي العيون الصافيه التي لا زوال لها ولا انقطاع انها في جهه بعيده عن العيون الكدره التي كرعتم فيها انتم ومراجعكم وانا معكم ايضا لقد كرعنا جميعا كرعنا جميعا في عيون القذاره والنجاسه التي يكرع فيها مراجع النجف الى هذه اللحظه. نجسوا انفسهم ونجسوا دينهم ونجسوا عقائدهم ونجسونا معهم ومن نجاسه الى ما هو انجس يوما بعد يوم. فهم الى اوكار الافكار ياوون وفي رياض قرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يقرعون وشرائع المصافات يردون بسبب كل ذلك قد كشف الغطاء عن أبصارهم هذه هي البصيرة التي حدثتكم عنها قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمه الريب عن عقائدهم وضمائرهم هذا هو الذي قصدته من ان العقائد لا تدرك بالتدريس والتعليم التدريس والتعليم مقدمه انما ان نرد العيون الصافيه لمعرفه امام زماننا من هناك تفتح لنا الابواب بعيدا بعيدا عن كتب العقائد وعلم الكلام التي تدرس في النجف إنها كتب الضلال بعينه بعينه كتب ضلال تتناقض بدرجة مئة بالمئة مع هذا المنطق هذا هو منطق محمد وآل محمد في كل أدعيته في كل أدعيته في كل زياراتهم في كل قرآنهم من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه في كل رواياتهم هذا المنطق منطق متناقض بدرجة مئة بالمئة مع الذي يدرس في النجف ويعلم في النجف